والسلفتهم ذولي؟ الله أعلم، وضعهم مشكوك فيه. خلونا نطب عليهم. واحد من كذا يا باتمان. طيب عامر وش السوات؟ عيال خلونا نمشي، الموضوع يبيلة تكتكة. ما شاء الله ما شاء الله، وش هالزين وش هالنشاط؟ أمك هالمسكينة وش فيها؟ أتصايح علينا، راحت شغالتي راحت خدامتي، طاحت يدينا من الصبح طايت عجتها في هالبيت، قلت يعني عاد ساعدها شوي. كفو يبا. عاد أنت خذ الزبالة من المطبخ وطلعها برا. أبشر، أنا بعد ما أروح أجيب مقابل من السوق. سيارتي انسرقت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ألو، الحقوا علي تكفون، سيارتي انسرقت من عند بيتي. إي والله، خلاص أنا في انتظاركم. أبو عامر خير؟ تكفى الحق علي، سيارتي انسرقت. عجيب والله، انا شايف من سطح شاتل سياره البارح. وعسى اخذت رقمها. شلون اخذ رقمها؟ قلت يمكن سيارتك خربانه وديتها الورشه. اسمع، بركب صندوق الونيت واذا مشوا الحقني.